الحكومة وهي بتقرر ترفع تذكرة المترو فجأة، رغم انها اتكلمت في ده كتير، وانت بترفع تذكرة مترو، وهقول لكم تناقضات وزير النقل، بترفع تذكرة مترو عشان تعمل ايه؟ انت عندك تقريبا 100 مليون راكب شهريا، خليت التذكرة ب 2 جنيه وبجنيه ونص، يعني انت بتتكلم في دخل شهري 70 80 مليون، انت بتقول ان خسائرك 25 مليون في الشهر. طب عوضت خسائرك وهتسدد ال 500 مليون اللي عندك من جيب الناس الغلابه اللي بيركبوا المترو مضطرين. ايه الخدمات اللي سيادتك ليه ما طلعتش قلت انا عندي تصور بخدمات هتشوفوا المترو ده، هعمل خطوط زياده، هزود العربيات، هعمل لك مقاعد واماكن محترمه جوه المترو، هعمل اعلانات وعندي شركات. يا جماعه في واحد عنده 100 مليون بيركبوا، احنا بنبيع، التلفزيون بيبيع على المشاهد ان اللي بيعمل اعلان هيشوفه 2 مليون مليون 500 الف. طب انت عندك 100 مليون، مين المنتج، ايه المنتج اللي ما يتمناش ان يشوفه 100 مليون في محطاته؟ محطة العتبة عاملين فيها محل عصير قصب، تنزل المحطة تلاقي عصير قصب. قال يعني اللي نازل محطة المترو مستنى عصير قصب؟ انزلوا محطات المترو في العالم وشوفوا الكشاك والمطاعم الشيك والاعلانات المهوله على عربات المترو وفي الشوارع وشاشات التلفزيون اللي بتعرض اعلانات واللي بتعرض كل شيء. انت بقى مين؟ بلطجيه وباعه جائلين ومنظر يعر والناس قافله واللي قاعد على السلالم. كل حاجه بتتم وانت بتقوله انا هغلي وما قلتلوش انك هتعمل حاجه واحده لها قيمه. سيد وزير النقل معني بس الزياده والخسائر، الزياده والخسائر، حتى الخسائر بيقولها غلط، يعني ما بيقولش، يعني هجيب لكم تصريحات وزير النقل، بصوا على الجراف ده بس معايا. التصريح الاول بتاعه بيقول ايه؟ المترو يحقق خسائر 200 مليون جنيه سنويا ورفع سعر التذكره من اجل التعويض. يبقى بسبب الخسائر احنا عاملين الفلوس. طب التصريح التاني ده كان في اجتماع لجنة النقل والمواصلات يوم الاربعاء اللي فات. تصريح المناقض ليه رفع سعر تذكرة المترو لأسباب هندسية وليست اقتصادية. هو انت ايه بالظبط؟ امبارح في حوار تلفزيوني الوزير بيقول رفع سعر التذكرة لأسباب هندسية وان في انظمة هندسية خاصة بالوحدات المتحركة والتشغيل والكهرباء محتاجة للتطوير. حد فيهم حاجة؟ حد فيهم حاجة من الكلام ده؟ هو انا منتظر وزير النقل هو بيزود ان يقول للناس انا عارف ان الامكانيات صعبه بس الجنيه مش هو الازمه ولا نص جنيه هو الازمه، بس ده هتاخدوا قصاده خدمه شكلها ايه؟ هقدم لكم ايه؟ واحنا مضطرين عشان واحد اتنين تلاته. ايوه بلدنا في ازمه، بلدنا في ازمه، مش لازم اللي يدفع ثمنها بس الغلابه، لازم كلنا نشترك فيها، كله، المتوسط والغني والفقير. بس كمان الحكومه وهي بتعمل ده تطبطب تتكلم تقول. طلع الوزير في تصريح تاني وقال لك راتب سائق المترو يصل الى 11000 جنيه في الشهر. 11000 جنيه لسواق مترو؟ فبقى هاشتاج واتقلبت الدنيا. فلما الراجل لقى الموج عاليه راح طالع وقال لك متوسط رواتب سائق المترو 6000 جنيه. وبرجع تاني في حوار تلفزيوني وقال لك انه لا يزيد عن 6000 جنيه. طب هو الوزير ما بيفكرش ليه قبل ما يقول انا هقول كلام؟ يعني اعتقد انه لازم يقعد يعمل خطة وهو بيرفع السعر ويقول خطتنا الاعلامية واحد اتنين تلاتة. الوزير هيطلع في محطتين هيقول كذا، هيطلع ناس تانية تقول كذا، هنقدم لهم تصورات شكل المترو في المرحلة الجاية، احنا اتفقنا مع كام شركة هتعمل، فمع الحفاظ على هذه الخدمة وزيادة الخطوط وزيادة العربيات، عربات المترو، هنقلل الزحام في الشوارع وهنقدم لك خدمة محترمة. أو ما أفهم إن في خطة، لكن هي كده وكل شوية بكلام، أفقد الثقة فيك. فالناس بتتقبل القرار، زي لسه قالوا له تصريح قبل ما أدخل مباشرة، قال لك الناس مش زعلانة، كان ناقص أقول له الناس بتزغرط في المحطات سعداء. عايزك تقرا تقرير عن بائعة التذاكر، الناس بتعمل فيهم ايه؟ ناس بتشتمهم وناس بتشتم الحكومه وناس ما بتقطعش وتاخد بعضها وتمشي
وناس بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل وبتدفع مضطره. جبت الكلام ان الناس مش زعلانه منين؟ انهي ناس؟ هو انت نزلت محطه تجرؤ سياده الوزير تنزل محطه المترو في وسط تركب العربيات وتمشي بينهم وتقول لهم يا جماعه انا اللي زودت؟ لا تجرؤ سياده الوزير. ولن تجرؤ لانك ما بعتش حاجه. العالم كله تذاكر المترو ارخص تذاكر هنا. لازم نقول للناس ان الدوله بترفع الدعم تدريجي، وان الدوله هتحول الدعم الى نقدي خلال الفتره القادمه، وان لو لا يوجد حل للحفاظ على هذا البلد ولا الامكانيات اللي فيه كوسائل مواصلات او بنزين او غيره غير برفع الدعم. لكن الدوله مطالبه ويجب ان تراعي محدود الدخل، فلازم تراعي العيش، لازم تراعي البدل النقد ده هيكفيه ازاي عشان الناس تقدر تدي البلد دي. ما تتعاملش معاها على انها سوبر ماركت، ما هياش القضية في جنيه. ما هو اللي دافع طفح الكوتة في حاجات كتير مش هتقف على الجنيه، ما بتعرفش تجيب بالجنيه حاجة. بس هو في النهاية عايز يحس انك مراعيه، مش كله ضرب ضرب ضرب، مفيش بوس بوسه، طبطبايا طبطبايا على اخواتكم الغلابه. عملت يا اخي ده الكلام الحلو جميل بيدوب الحجر، قولوا للناس كلامي يديهم امل. سياده الرئيس قال انتظروا لشهر 6، محدش طلع علينا بعد شهر 6 ايه اللي هيحصل. هو الرئيس يقول كده لان عنده تصورات وخطط والحكومه مقدمه له حاجه. ايه اللي هيحصل بعد شهر 6؟ ما احنا عارفين ان الكهرباء يجب انها تزيد في الفتره الجايه، الشريحه الثانيه هنبتدي ندخل في الزياده الجديده. طب شهر 6 ايه اللي هيحصل؟ ايه خطط الحكومه؟ ما الغاز لسه قدامه شويه اللي هيستخرج من مصر وهيحل جزء من الازمه. ايه الخطه بتاع الحكومه اللي هتخلي الناس تديها امل لبعد شهر 6؟ طب لو جه شهر 6 وما حصلش حاجه، ما انتوا هتحطوا الرئيس في مأزق وحرج مع هذا الشعب اللي بيثق فيه. طب هتسيبوا الدنيا كده الناس كلها تتكلم وتسيبونا نطلع في التلفزيون ولا هتخلونا ما نتكلمش نقعد في بيوتنا؟ ما انتوا لازم حد منكم المتحدث الرسمي ولا السيد رئيس الوزراء يطلع في حوار في التلفزيون المصري ويقول للناس احنا بنعمل 1 2 3، المعاناه هيبقى شكلها كذا، 2017 امسكوا نفسكم هنعديها، بعد ما نعديها الاحوال هتتغير ازاي؟ قدامنا 4 سنين، بعد ال4 سنين دول مع معدل النمو وتوفير فرص عمل، وبعد ما عندنا شبكه مواصلات وشبكه طرق عظيمه وبنزرع الارض دلوقتي، احنا هنعمل استثمارات شكلها ايه والمستثمرين جايين فين؟ ولا حاجه ولا حاجه، بنكلم نفسنا.